مع مرور نصف عام تقريبا على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لم تكشف الجماعة الإرهابية تلك عن اسم من يخلفه، وهو ما دفع عناصر التنظيم لمحاولة إثبات وجوده عبر هجمات إرهابية طالت المدنيين في مناطق عدة وإلى مالي، حيث يتواجد قائد فرع القاعدة بها إياد الغالي، والذي ظهر مؤخرا في منطقة ميناكا حيث يختبئ بها. ظهر مع عدد من عناصر القاعدة وهم يبايعونه، قبل أن تشير مصادر أمنية إلى عزمه لخوض معارك جديدة تستهدف السكان الأبرياء. فقبل نحو أسبوعين أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن هجومين أسفر عن مقتل 5 أشخاص بالقرب من باماكو في جنوب شرق مالي، وهي منطقة تندر فيها الهجمات، لكن المجتمع الدولي لم يغفل عن هذه الممارسات الإرهابية. وفي 16 يناير أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تنظيمي القاعدة وداعش يتسببان في حالة من انعدام الأمن في وسط مالي، ويواصلان الاشتباكات بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان. ليس هذا فحسب، فإرهاب داعش والقاعدة يلقي بظلاله على النيجر وبوركينا فاسو كونهما مسؤولان عن عدة هجمات وعمليات اختطاف بهما. وبالعودة إلى مالي، هناك ترقب من وقوع هجمات خطيرة، خاصة وأن مصادر محلية لفتت إلى وجود إياد الغالي في منطقة ميناكا بعدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، وهي تحركات تكشف عن أوضاع أمنية مخيفة في هذا الجزء من شمال شرقي مالي. فهل يواصل التنظيم الإرهابي إثبات وجوده بهذه الجرائم في ظل الفشل في اختيار خلف لأيمن الظواهري؟